بمدينة برشيد لنتابع لقاء الذي سيجمع بعض لحظات ما بين فريق يوسفية برشيد وفريق الجيش الملكي. مقابلة في غاية الأهمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الفريق الحريزي اليوم في مواجهة حارقة مع فريق اسمه فريق الجيش الملكي. نقطة من أصل 23 مواجهة، 5 انتصارات، 7 تعادلات و11 هزيمة. ارتياح كبير لدى أوساط فريق الجيش الملكي بكل مستوياته، من مسؤوليه، من كذلك لاعبيه، من قدمائه ومن لكن كما قلت سنتابع هذه محاولة كانت خطيرة وركنية ركنية لفريق الجيش الملكي. إذا كما قلت بأن فريق الجيش الملكي يمني النفس، كان يمني النفس في أداء بعيد. غرسة يبحث عن تسديد ويغير اتجاه كرة، هجمة خطيرة لأدم نفاتي، أدم نفاتي خطيرة جدا، خطيرة، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، فرصة حقيقية للتسجيل تضيع من فريق الجيش الملكي. بورغاس كان قريب. نتابع أدم نفاتي مكان عادة. كاين هناك ضربة خطأ، بالفعل كاين هناك ضربة خطأ، الحكم بلوط كان قريب وبالتالي ضربة خطأ لصالح يوسفية برشيد. كرة عالية دائما البحث، كان هذه المحاولة. أدم نفاتي الآن يبحث عن التوغل ولكن كان أناني أدم نفاتي وضاعت هذه المحاولة. هذه كانت محاولة خطيرة لفريق الجيش الملكي. كرة الآن عالية دائما البحث عن حلول الشينة. أدم نفاتي يوسفية برشيد في البحث عن حلول هجومية وكذلك كسب النقاط في ظل صراع سيكون كبير وكبير. محمد يعني في 3 مباريات 3 هزائم وهي وضعية صعبة من أجل فريق يبحث عن تأمين طبيعة الحال، لم يتذوق طعم الانتصار في دورات عديدة. كان آخر انتصار على فريق الدفاع الحسني الواقع 3. رايدة سليم، رايدة سليم شنو غادي يعمل؟ لكن تسرع شيئا مع رايدة سليم من خلال هذه المحاولة الأخيرة الذي يطارد اللاعب رضا سليم. كانت محاولة وضربة رأسية بديعة وتدخل جيد لهلال أشرف الذي كان في المكان المناسب. أقولها كان في المكان المناسب لأنه مثل الكرة لو شيشا خطيرة جدا، خطيرة، خطيرة دي المحاولة، خطيرة وتدخل الحارس الهلالي فريق الجيش عن حلول من جانب فريق يوسفية برشيد لكن تبقى ضعيفة، تبقى ضعيفة من شعيبي أسامة من أجل التأمين المباشر. وبطبيعة الحال أكيد بأنه دور السلطات يكون مهم. هذه الإعادة لدى المحاولة الأخيرة وتدخل الهلالي كان تدخل جيد كما قلت بأنه كان محظوظ خافي كان يستعد من أجل المباشر. برشيد خطيرة جدا هذه المحاولة، خطيرة، يا أشرف، أشرف ينقذ لكن ليس دائما تسلم الجرة. وفريق الجيش الملكي يسجل، فريق الجيش الملكي بمعنوية عالية يسجل الهدف الأول من خلال هذه اللحظات. هدف جاء بعد ضغط كبير ورهيب وبالتالي أدم النفتي من خلال هذه اللقطة يسجل الهدف. نفذ في اتجاه الهاشمي بطريقة جيدة، الهاشمي يرفع الكرة بناء جيد. إذا نتابع الهاشمي، كريم الهاشمي الأزمني المدرب المساعد. الهاشمي إذا ستتم العودة للقطة الفيديو من خلال هذه المحاولة. سيحسم وستتم العودة للقطة الفيديو. ضربة جزاء، إذا ضربة جزاء بعد أن ضربة الجزاء الآن اللاعب الوكيلي وبايو. بايو ينقذ مرمى فريق الجيش الملكي من هدف محقق وما بعده من محقق لأنه جاء من نقطة الجزاء وتدخل رائع لبايو من خلال هذه المحاولة. حمزة مجاهد وضغط رهيب
بالنسبة لفريق الجيش الملكي. ومحاولة وعميمي يسجل الهدف الثاني بعد أن تلعبوا بدفاع فريق يوسفية برشيد. عميمي سجل الهدف الثاني. سنتابع الإعادة لدى المحاولة الأخيرة. شاهدوا حمزة مجاهد وجه لوجه مرة أخرى. عميمي خفي وعميمي